لارا كتير كانت نشيطة اليوم، شايفتكن صرتوا تتفقوا منيح. ايه خبريني شو حكيتوا كل هالوقت. خلص بعدين بخبرك، هلأ بدي احكي مع فريحة. هذا بابا، اجا بابا. حالي يا خلدون، عم نحكي على بنت عمرها 18 سنة يا سنم. لا تبالغي، أنا عم بعمل كل اللي بقدر عليه، عم أهمل بنتي وعم اهتم ببنتك أنت. وأنت فوق مالك تاركني لحالي، محملني الذنب كله. ما عم حملك ذنب يا سنم، عم حاول أعرف شو اللي عم يصير وبس. بنتي كانت على وشك إنها تموت، وبعدين منين طلعت لي بقصة الدراسة بأمريكا؟ مو من المفروض بالأول تسأليني؟ أصلاً هون المشكلة، لو إني بشوفك كنت سألتك، بس حضرتك مو هون. انت ما بتعرف شو عم يصير جوات هالبيت، بنتك بتكرهني وانت مالك خبر بنوب. وانت يا خلدون مالك علم اللي عم عاني هون ابدا، انت ما بتعرف شي خلدون، مالك سائل عن شي. فريحة؟ مرحبا سينم خانو. لا تؤاخذيني، كنت شارد شوي. لاحظت هالشي. شوفي لا تكوني مريضة. لا أنا منيحة. أنا مبارح ما قدرت رد على اتصال جانسو، بس اليوم رح مر عليها أكيد. جانسو مو بالبيت، رحت مع أبوه على الأوتيل مشان يسبحوا. الأب وبنته عم يتسلوا. كتير منيح. عفوا أنا لازم لحق الباص. ماشي. ها فريحة، أمك طلعت لعنا؟ لازم تكون طلعت مثل كل يوم الصبح. ليش يعني ما مرقت؟ لوقت ما رحت على النادي ما كانت جاي. مو مشكلة، يمكن انشغلت. يلا بخاطرك، مع السلامة. ما شاء الله، من وانتي صبية ما تغيرتي. لا يا زهرة عم تبالغي. يا ترى منقدر نوقف الوقت؟ هيك لكان هالكريمات والمراهم صايرة ما عم تنفع. ما انتي خليكي، انا بفتح، كملي شغلك. فوتوا تفضلوا لجوا. يلا بتقدروا تحطوها بهالجهة. بتأمري. حلو. ايه فينا نبلش فورا؟ طبعا، تولين خانم بعتت كل مجموعاتها الخاصة مشانك. حلو كتير. شوفي هالقماش اجا من باريس، من معرض خاص جدا للأزياء. كتير حلو، بس أنا عم دور على موديل يكون جديد ومختلف أكتر، لأنه هالليلة كتير خاصة لجانسو. وهذا الفستان كمان شوفين أحلى. هذا كمان حلو ولونه كمان كتير حلو، بس ما بعرف لسه. صحيح قلولي شو بتشربوا؟ هاد من لطفك، قهوة وسط إذا ممكن. تكرمي. شكرا. وإنتي؟ أنا ما بدي، بتشكرك. زهرة؟ بعد إذنك. شو؟ قهوة. قهوة وسط. ماشي. وشوفي هالفستان، هذا في شغل يدوي. بتشكركن كتير حبيباتي. العفو سينم خانو. يعطيكن العافية. الله يعافيكي. شكرا. تلبسيهم بالهنا. شكرا. الله معكن. يلا بخاطري، مع السلامة. زهره
نعم. تعي شوفي اشتريته لجانسو، رح اخذها على اكتر بار بتحبه. كيف حلو ما هيك؟ حلو، بس جانسو ما بتلبس هيك شي. ليش؟ موف. يعني؟ يعني جانسو ما بتحب تلبس موف. ومن وين عرفتي هالشي زهرة؟ والله من يوم ما بعرفها وهي هيك، يعني كلنا منعرف ما بتحب هاللون، ولا قطعة بغزانتا لونها موف. بس هذا تصميم خاص كتير، بعدين جانسو ما عادت طفلة، كبرت ولازم تلبس اللي بيلبق لها. يلا زهرة حطيه بغزانتها رجاء، انتبهي حابة فاجأة اليوم. والله باين اليوم انت اللي رح تتفاجئي. لا لا يا خانم، ما رح تلبسها. يمكنك الاشتراك في قناتنا لمشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو وتشغيل الإخطارات لتكون أول من يشاهدها.